القاهرة تقدم النيل مسؤوليتنا، دفتر أحوال نهر النيل. من زمان كان المصري واعي نهره، كان عارف انه هو شريان الحياة، علشان كده كان عارف ازاي يتعامل معاه. المصري اللي هو جد وجدك قدم للدنيا اول حضارة في الوجود، قامت على ضفتي النهر الخالد نهر النيل. احنا كمان هنكون زيهم، نحافظ على نيلنا ونصنع معاه مجدنا، وهنعلم ولادنا ازاي يحافظوا على النيل ويعيشوا في خيره. مصر مش بس هبة النيل، مصر هي أرض الخير. دكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري. استضافت وزارة الموارد المائية والري اجتماعا استعرض مشروعات تطوير الري الحقلي والممولة من جهات تمويل دولية، بحضور الأستاذ الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والأستاذة الدكتورة سحر أسمط وزيرة التعاون الدولي. وأكد الدكتور حسام مغازي أن الاجتماع استهدف تنسيق الجهود بين وزارتي الزراعة والري لدفع العمل في تنفيذ مشروعات تطوير الري الحقلي والمرتبطة بتمويل أجنبي، حتى يمكن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تلك القروض، بما يصب في النهاية في مصلحة المزارع المصري الذي يستفيد من تطوير أساليب الري على مستوى الحقل. جدير بالذكر أن هناك 4 مشروعات رئيسية معنية بالري الحقلي وذات مصدر تمويل أجنبي يتم تنفيذها من خلال وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهي مشروع الفم بزمام 185,000 فدان بمحافظتي البحيرة وكفر الشيخ، والمشروع يشمل استبدال الطلمبات التي تعمل بالسولار بوحدات رفع تعمل بالكهرباء مع عمل شبكة الكهرباء الخاصة بالمشروع. وهناك مشروع تطوير الري الحقلي الممول من الإيفاد في صورة قرض إلى وزارة الزراعة، وقرض آخر لصندوق الاجتماعي للتنمية لإقراضها لصغار المزارعين لتنفيذ أنشطة تنموية، بخلاف منحة قدرها $1,000,000، ويتم تنفيذ المشروع بمحافظات أسيوط وسوهاج والمنيا لتنفيذ أعمال تطوير الري بالترع والمساقي والمراوي. وهناك مشروع تطوير الري الحقلي الممول من صندوق الأوبك للتنمية الدولية بقرض قيمته $35,000,000 لتطوير الري الحقلي في مساحة 55,000 فدان بمحافظات كفر الشيخ والبحيرة والشرقية والدقهلية، بنظام المشاركة وبدعم من وزارة الزراعة لصغار المقاولين بعد تأهيلهم. وهناك مشروع تطوير الري الحقلي الممول من الإيفاد المرحلة الثانية بمحافظتي بني سويف والمنيا، وجاري الإعداد لبدء تنفيذ المشروع مع الجهة الممولة الإيفاد. وتهدف هذه المشروعات إلى التوزيع العادل للمياه على المزارعين وتقليل فواقد النقل والتوصيل على المستوى الحقلي. نهر النيل بخير، واحنا بخير طول ما هو بخير. ومية النهر بتتمتع بجودة عالية، وبسبب اتساع النهر والتدفق الكبير لمياهه بيقدر على تنقية نفسه بنفسه. لكن احنا كلنا لنا دور اننا نحافظ على مية النهر، نحافظ عليه من التلوث، لانه مش معقول اننا بايدينا نلوث شريان الحياة نهر النيل الخالد. ويتجدد اللقاء مع دفتر أحوال نهر النيل. هذه تحيات ميرفت خير الله وأيمن فتيحة.